دايما احنا عارفين بحكم ان احنا بنشتغل يعني في برامج التوك شو، وحتى لما كان يعني لينا الشرف في تقديم برامج صباحيه سابقا، فكنا قريبين قوي من الناس في حته الشكاوى للحاجات اليوميه اللي بيقابلوها. فطول الوقت عارفين انه فكره انه يبقى فيه مشكله، انه مثلا قريه محتاجه نفق، محتاجه كوبري، اصعب حاجه، اصعب خطوه في البروسيس الطويل اللي بيمروا بيه هو فكره ان الدوله توافق وتعمل تخصيص لمنطقه معينه. دي اصعب حاجه واكتر حاجه بتاخد وقت. ففكرة ان احنا نقابل اهالينا في قرية ألمة اللي في الكيلو 21 على طريق مصر اسكندرية الزراعي، ونعرف منهم انه في ميزانية اتعملت عشان يتعمل لهم كوبري يعدوا بيه من الطريق للطريق، يحميهم من مخاطر الطريق. الميزانية اتوافق عليها، الارض اتخصصت واتبورت عشان تبقى خلاص يعني تتعمل فيها الكوبري، بنية تحتية اتعملت، اتحط حجر الاساس، وفجأة الشغل وقف. ليه؟ محدش فاهم. راحوا 600 مرة محافظات ووزارات وقدموا طلبات وشكاوى، محدش فاهم. النتيجة ايه بقى؟ النتيجة ان انا عندي حوادث يومية وعندي ضحايا كتير منهم اطفال من المدارس، ما هم عشان يعدوا من ناحية لناحية لازم يعدوا الطريق ده. هتشوفوا التقرير ده اللي قعدته لنا زميلتنا مارينا امير، وهتشوفوا الحقيقة كمان يعني الصدفة القدرية ان احنا نلتقي واحنا بنسمع اراء اهالينا هناك، وليه محتاجين الكوبري ده، وليه بيتساءلوا انه الدوله وقفت الشغل على الكوبري ده. لما تشوف كده اب مكلوم فقد ابنه لانه ابنه كان بيعدي من مكان من طريق للطريق التاني. هتشوفوا كمان في الفيديو الحقيقه العربيات اللي ماشيه عكسي، والعربيات اللي داخله بسرعه، وهتشوفوا العربيات اللي كانت في يوم العربيه دي النص نقل دي حضراتكم شايفينها ماشيه عكسي وبمنتهى الأريحية وعايشة حياتها. طب ده لو حد طالع بقى من قدامه كده، سيبك من اللي جاي من وشه، لو حد طالع بقى من الناحية الشمال دي، ما هو طالع على الطريق، المفروض ده طريق هاي واي سريع. طب التوك توك اللي قدامه ده اللي ماشي عكسي فعلا هم عاملين طريق لوحدهم فعلا، ولا بقى يا عم ولا مرور ولا بتاع، طريقنا عادي يعني قشطه، محدش هياخد باله. تحصل كوارث وناس بتموت يا جماعه، ناس بتموت. اتمنى 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 انه يتم اعاده النظر مره اخرى في بناء كوبري ألمة، لانه هينقذ ارواح، والحقيقه هيحسس المواطن انه فعلا ليه قيمه في هذا البلد. تعالوا نشوف مع بعض تقرير زميلتنا مارينا امير. مأساة حقيقية وضحايا يومية من قرية قلمة بمحافظة القليوبية نتيجة حوادث الطرق المتكررة بسبب عدم وجود كوبري لأهالي القرية رغم تخصيص قطعة أرض منذ ما يقرب من عامين. قرية قلمة بطاقة على في كيلو 21 طريق مصر اسكندرية الزراعي، بياخدوها حوالي 70,000 نسمة. الطريق الزراعي زي ما انت شايف سعادتك بيفصل بين البلد الكتلة السكانية وحيازة البلد الزراعي، بيقع اغلبها شرق السكة الحديد، والبلد المساكن بتقع غرب السكة الحديد. كل يوم عندنا حادثة، كل يوم عندنا حالة وفاة. في 2011 خرج اتوبيس من البلد عمل تصادم مات فيه حوالي 7 أنفار، نتج عنه ان الحكومة قررت عمل كوبري علوي للبلد، خصص له 150 مليون جنيه، اعتمد له ميزانيه 150 مليون جنيه سلمت بالكامل لهيئه الطرق والكباري. بدا الانشاء الفعلي في الطريق، ثم فوجئنا بين الموضوع توقف بعد حجر الاساس موضوع بحوالي سنتين، توقف تماما. كلهم حوادث كتير، وكان في عيل يعني بيعدي رايح المدرسه وعمل حادثه وعربيه دسته. لو بصيتي حضرتك هنا عند الدوار هتلاقي عربيات بايظه خالص متدغدغه. عربيات هي ميت فيها ناس، دي اسره فيها كان فيها 4 أنفار، ودي تروسيك ميت من واحد فيه اربع عنده 4 أطفال. الارض دي ما قربت عن سنه خصصها المحافظ، حالها تم تبويرها لاجل الكوبري. ساكن الناحيه الثانيه وبعدي كل يوم الطريق، في حوادث كتير بتحصل وكل يوم بقعد اعدي رايح جاي لوحدي.
قامت العربيه خبطتها قامت مودتها الطريق الثاني من جايبها على الطريق الثاني وورده ثاني يوم عربيه حصلت عملت حادثه واحنا معديين ارضنا حضرتك ورا الجسر بنزرع شويه زرع ما بنعرفش نروح نجيبها كل يوم جدعان بتموت كل يوم جدعان بتموت انا ببقى راكبه العربيه انا وجوزي واولادي بنلاقي العربيه ماشيه مجمنه زي الطياره ما بنلحقش كل يوم نشاهد على نفسنا احنا عاوزين الكوبري يتعمل عشان الشباب اللي بتترمى كده على الطريق وبيموتوا ولادهم بيتيتموا انا ببيع شويه بطاطا وبجري عليهم وعندي عيل تعبان ومعاه تلات عيال ومراته اتوفى من اسبوعين بسبب الطريق كان انا بقى ذنبي انا في الموضوع ده كله بقى انا بقى ذنبي اشيل الحمل ده كله انا عود عليك يا رب عود عليك يا رب. رغم وعود المسؤولين بحل الأزمة وحماية أهالي القرية إلا أن خطر الطريق لا زال يحصد أرواح أخرى. مارينا أمير، مساء دريم.